كلنا يعرف مصادر مختلفة للحرارة. نار الحطب مصدر مألوف، الكهرباء مصدر مألوف، البنزين مصدر مهم للحرارة، كذلك الغاز الطبيعي. لكن أهم مصدر للحرارة لدينا الشمس. الحرارة الموجودة على الأرض كلها تقريبا تأتي رأسا أو بالواسطة من الشمس. مثلا الأشجار النامية تختزن الطاقة الحرارية من الشمس. حين نحرق الحطب تتحول الطاقة الحرارية المختزنة إلى طاقة فاعلة. يقول الفيزيائيون إن الحرارة كلها شكل. الطاقة الحرارية في الخشب المشتعل تدفئ الغرفة. هذه أمثلة أخرى على الطاقة الحرارية المفيدة. الطاقة الحرارية من الكهرباء تحمص الخبز. في المشعال الطاقة الحرارية من البنزين تذيب السبيكة. الطاقة الحرارية في الغاز الطبيعي تستخدم في الطبخ. نستفيد من الطاقة الحرارية بطرق مختلفة. لكن ما هي الحرارة وكيف تؤدي عملها؟ لكي نفهم الحرارة لنتذكر ما تتألف منه الجوامد والسوائل والغازات. هذا القضيب جامد. الجوامد تتألف من جزيئات مرصوصة في حركة دائمة. جزيئات القضيب أيضا. لكن عند تسخين القضيب يحدث شيئان. تزيد سرعة الجزيئات وتتباعد الجزيئات فيما بينها. باستمرار تسخين القضيب المعدني تزداد الجزيئات سرعة وتباعدا. لاحظوا أن طرف القضيب يضغط على السلك المؤشر. نرى المؤشر يتحرك إلى اليمين كلما استطال القضيب وضغط عليه. الجزيئات المتسارعة تشغل حيزا أوسع فيتمدد القضيب. الحرارة تمدد معظم الجوامد. السوائل أيضا تتألف من جزيئات دائمة الحركة. في السوائل الجزيئات أكثر تباعدا منها في الجوامد وأكثر حركة. تسخين السائل يزيد سرعة جزيئاته. عند تسخين أي سائل تزداد سرعة الجزيئات وتتباعد. لنرى ما إذا كان السائل يتمدد عند التسخين. التجربة تعطينا الجواب. في هذه القارورة ماء. لاحظوا ما يجري عند تسخين الماء. الماء يرتفع في الأنبوب لأن الجزيئات المتسارعة تشغل حيزا أكبر. معظم السوائل تتمدد بالتسخين. الغازات كالهواء في هذه القارورة تتألف من جزيئات دائمة الحركة. جزيئات الهواء أكثر تباعدا منها في السوائل وأكثر حركة. سددنا فوهة القارورة بقطعة مطاط. لاحظوا ما يجري عند تسخين الهواء. قطعة المطاط ترتفع فيما يتمدد الهواء. جزيئات الغاز تتسارع وتتباعد فتشغل حيزا أوسع. إذن فالحرارة تمدد الغازات كما تمدد معظم السوائل والجوامد. هنا نسخن قارورة مملوءة زئبقا وهو معدن سائل. الزئبق يرتفع وهو يتمدد. نستفيد من الحرارة في مقياس الحرارة. مقدار تمدد السائل في مقياس الحرارة يتخذ مقياسا لدرجة حرارة الأشياء. بهذا الثلج نرى ناحية أخرى لتأثير الحرارة. عند تسخين الثلج تزداد سرعة الجزيئات فيه وهو جامد. ويأتي وقت تصبح فيه سرعة الجزيئات في الثلج كسرعتها في السائل. الثلج تحول إلى سائل، إلى ماء. إذن فالحرارة تغير حالة المادة. بالاستمرار في تسخين الماء تزداد جزيئات السائل سرعة
حتى تصبح سرعة الجزيئات كما هي في الغاز، فنرى السائل يتحول إلى غاز بخار الماء. الحرارة تغير حالة المادة. فعل الحرارة هذا نستفيد منه بطرق عديدة. نغير حالة المادة في الطبخ. الشوكولاتة جامدة، نسخنها في مقلاة. الحرارة تحول الشوكولاتة الجامدة إلى سائلة. لنأتي بمثال آخر على تغيير حالة المادة. خام الحديد، إنه جامد ككل خام فلزي. استخراج الحديد من الخام يقتضي مقادير كبيرة من الحرارة لتحويله إلى سائل. تغيير حالة المادة بالحرارة مفيد كثيرا. لنتعلم المزيد عن عمل الحرارة، نستعمل مقياس الحرارة والقضيب المعدني. نسخن أحد طرفي القضيب، هذا الطرف حار جدا. نقيس الحرارة في الطرف الآخر. إنها تقارب 70 مئوية. نراقب الحرارة عند هذا الطرف بعيدا عن اللهب. في بضع دقائق زادت الحرارة على 80. لكن كيف انتقلت الحرارة من هنا إلى هنا؟ بالتوصيل. نشاهد مثالا على التوصيل الحراري. نعتبر أن الكرات المعلقة تمثل الجزيئات المرصوصة في أحد الجوامد، حيث تنتقل الحرارة رأسا من جزيئة إلى أخرى. عند اصطدام الكرة الأولى بالثانية نرى أن الطاقة وصلت إلى الكرة الأخيرة. هذا يوضح التوصيل الحراري. الحرارة تنتقل في الجوامد دائما بالتوصيل. نسخن قعر مقلاة من حديد، الحرارة تنتقل بالتوصيل في المقلاة لتنضج البيض. إذا استمر تسخين المقلاة تصل الحرارة إلى المقبض البعيد عن النار. يسخن المقبض بالتوصيل الحراري. لنرى طريقة أخرى لانتقال الحرارة. هنا حرارة النار تصعد في المدخنة بطريقة الحمل الحراري. حين تنتقل الحرارة بالحمل، فإن الجزيئات الساخنة تسير من مكان إلى آخر، كما نرى من جسيمات الدخان المندفعة صعودا في المدخنة بفعل تيارات الحمل الصاعدة. إذا كانت حرارة النار تصعد بالحمل، فلما تشعر بالحرارة وأنت أمام الموقد؟ الحرارة تنتقل إليك من الموقد بطريقة أخرى تدعى الإشعاع الحراري. في الإشعاع تنتقل الحرارة من مكان إلى آخر دون انتقال الجزيئات. الشمس أهم مصادر الحرارة عندنا، وقد نعتبر الإشعاع أهم طرق انتقال الحرارة، إذ إن كل الحرارة الآتية من الشمس إلى الأرض تنتقل بالإشعاع. عرفنا أننا نستطيع استخدام الحرارة في نواح كثيرة، وأن الحرارة تمدد الجوامد والسوائل والغازات. تعلمنا خواص الحرارة. الحرارة شكل من الطاقة. الحرارة حركة جزيئية. الحرارة تغير حالة المادة. الحرارة تنتقل. عرفنا أن التوصيل من طرق انتقال الحرارة، وهي تنتقل أيضا بالحمل الحراري وبالإشعاع. إذا فهمنا خواص الطاقة الحرارية استطعنا جعل الحياة أكثر راحة وأوفر إنتاجاً.